السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع حسن عيد. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة يا جماعة في تصريح استفزني الصراحة، سمعته والتصريح ده استفزني، وقلت أسمعه لكم وتشوفوا أنتوا الناس دي بتقول إيه. الناس دي فعلا يا جماعة من كتر ما النادي الأهلي يعني أثر عليهم، فعلا الناس دي بقى عندها حقد وغل من اتجاه النادي الأهلي، والناس دي بتقول لك الأهلي او موسيماني بيكسب بالعفاريت. الكلام ده ممكن تسمعه من واحد زملكاوي كده انت صاحبك ولا حاجه، هتقول ماشي اهو بيهزر بيقلش، لكن ان الكلام يوصل للاعلام ويطلع في الاعلام يا جماعه ده اللي بقى غريب جدا 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 جدا. طيب نسمع كده، نحاول نسمع كده الكلام ده وصل للاعلام والاعلام فعلا بقى بيتكلم فيه، يعني ده اللي احنا وصلنا له. الاعلام يقول لك موسيماني بيكسب بالعفاريت في رمضان، الاهلي ما بيكسبش عشان ما فيش عفاريت. طيب بره رمضان الاهلي بيكسب. طب نسمع كده يا جماعه اللي مش مصدقني يسمع، ده عبد الشافي صادق، ده واحد اسمه عبد الشافي صادق، انا عن نفسي اول مره اسمعه او اول مره اعرفه، كان جاي على قناه الحدث. نسمع كده بيقول ايه. الزمالك في رمضان لعب 5 ماتشات فاز في الخمسه، جاب 4 مرات، 5 ماتشات جاب 15 نقطة. الآخرين قد تعثروا. الآخرين؟ لأن ده رمضان ما فيهوش عفركوش. في رمضان ما فيش مين؟ ما فيش عفركوش. مش يمكن عفركوش سابهم وراح نادي تاني ولا حاجة مخليهم في القمة؟ يمكن. لا لا إطلاقاً ما فيش عفركوش في رمضان. ما فيش أصلاً عفركوش. شفتوا بقى يا جماعة؟ شفتوا الإعلام؟ الإعلام وصل لإيه؟ بيقول لك الاهلي بيكسب في رمضان، الاهلي بيخسر في رمضان وبيكسب بره رمضان عشان مفيش عفركوش. طب واحد زي ده نرد عليه نقول عليه ايه؟ نرد نقول ايه يا جماعه؟ والناس لما بنرد بتزعل، تقول لك بلاش تتكلموا في الحاجات دي. طب ليه يا جماعه؟ عيب عيب، النادي الاهلي اكبر من كده، النادي الاهلي هيفضل رقم واحد، هتفضلوا انتوا قدام مشغولين بالحاجات دي هتفضلوا تحت النادي الاهلي، عمركم ما هتساووا مع النادي الاهلي. مش هزود ولا هتكلم كتير، انا بس حبيت اعرف الناس اللي بيقولوا الشخص ده بجد عيب، والله بجد عيب عيب عيب. شكرا ليكم، بشكركم وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.